هل في دول محددة بس احنا نستورد منها، ولا احنا نستورد من عدة دول؟ لا، من عدة دول. احنا مثل من وش الدول يعني نستورد من السودان، ايه؟ من رومانيا، كان اول سوريا، تركيا، الأردن، دول الخليج يجي منها حلال، يعني قطر، الكويت، الإمارات يجي منها حلال. حلال طبعا، الأصل حلال إيراني، ويدخل بشهادات منشأ. شلون حلال الإيراني؟ يعني إيران تصدر للدول هذه اللي هي مثلا الإمارات، قطر، الكويت، والحلال هذا يجي شبيه بالنعيمي، على أنه جاي على أن منشأ بالدول هذه. نعم، ما هو بإيران. لا، اي، وش نوع الأغنام اللي تجي من هذه الدول غالبا؟ شبيهة للنعيمي بشكل كبير. شبيهة للنعيمي؟ نعم، وهي نعيمية بالأصل، هي نعيمية يعني. أصلا اي، بس شبيهة يعني من ناحية مثلا اللحم، من ناحية الشكل، من ناحية طعم، أبدا كأنه نعيمي. لكن الارتفاعات هذه اليوم، حتى لو وقفنا من دولة، معقولة ما في دولة بديلة اليوم تقدر تغطي الطلب اللي موجود عندها؟ يعني السودان مثلا صارت بها أزمة، هل معقول أني أنا ما أقدر أروح لدولة ثانية وأستورد منها؟ مثل إيش يعني؟ الدولة مثلا الروماني، الجورجي، الأسباني، إيه؟ هذا الناس يتجنبونه بالصيف لأنه ما يتحمل الحر، فيشتغلون فيه بفترة مثلا البراد، له ايام معينه. يعني ما هو على طول السنه، مو على طول السنه يعني، يخاف. لكن ايام البراد ما يخوف، يتحمل، لكن ما يتحمل الحر. هل اي تاجر اغنام اليوم يقدر يستورد؟ نعم، اي تاجر اذا كانت اوراقه نظاميه وسجله نظامي. وش يحتاجون الناس عشان يستوردون؟ سجل، اي، رخصه. هذا اللي هذه مهمه يعني. في نوع من الاحتكار لاستيراد الأغنام؟ لا لا، ما في. ما في، أو على الأقل تقدير فيه، خلينا نقول أسماء معينة هي اللي يكثر عندها الاستيراد، وبالتالي التوريد الأكبر للسوق يكون من خلالها؟ لا، ما هو موجود. لا، هالشيء. أنت وإمكانياتك يا التاجر، ممكن أن مثلا تستورد 5000 رأس، وغيرك يقدر يستورد 30-40 ألف رأس.